جيجاير إيه إلكترونية هذه من دكتور حلوى غير اكو للصغار غير بطعم اكو هذه المخدرات. تراك اليوم حقيقة. يعني هذا موضوع المخدرات اليوم ديالة لزمه موضوع أيضا خطير كميات جدا. كبيرة. أبو زيد اليوم ضبط نعم كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بديالة، هاي قبل ساعات. والله يا مو انا قلت لك، يعني احنا خصوصا محافظة دياله والحدود، يعني الحقيقة الوضع مزري مزري، ومو بس دياله، كل العراق بنشوف اللي يعني تفعيل للقانون، ماكو رقابة صحية. قبل اكو جهاز يقولوا الرقابة جهاز السيطرة سيطرة النوعية، اي صحيح. يمكن حضرتك احنا نعرفه. وشوف يعني الحقيقة الشباب هذا ضياع، حقيقة نشوف شباب ضايع. يعني انا ذاك اليوم بالليل جيت افطر من كركوك، وجيت على خالص، وجيت اباوع الكافيهات وغيرها، طبيت استكان اشوف الشباب شو خدرانه، يعني من يتكلم زين. هذا الضياع نتيجه الامور الاجتماعيه، نتيجه الضغط النفسي، نتيجه الاسره، الاب الام، التربيه، الاحترام، المدرسه تلعب دور. قبل من احنا صغار واقول يعني شفنا هذه الى ان نشأنا، يعني اني الى ان وصلت دخلت كليه في الطيران بالقوه الجويه وتخرجت، ابويا وامي وقفوا لي بالباب من كنت اطلع ويا الشباب. يعني ضابط ملازمه، وين كنت ويا من قعدت جاي اسوي بالليل وين؟ طب اكو رقابه، اكو احترام، يعني ضابط ابو بعد زيد. وصلت يعني انت ملازمه، انا ليش قلت وابويا لك؟ وامي واخويا الكبير وقفوا لي بالباب، وين كنت؟ لان اليوم احنا دا حتى نتكلم، اللي لان يطلع انت يجي حكيت ابو الصبح. زيد، ابو زيد اليوم حكيت احنا اكو رقابه واكو خوف. احنا اليوم ما حد يخاف. يعني انا من ذكرت لك انه قبل ساعات ضبطوا كميات من الادويه دخلت الى دياله، جيجاير إيه الكترونيا هذه من دكتور حلوى للصغار غير بطعم اكو هذه المخدرات. تراقب يا ست وجدان عزيزتي، هذني من تدخل نعم. زين، وين منو الموجود بالحدود؟ كيف دخلت؟ وين الامن؟ وين الحدود؟ وين هذه كلها؟ قبل اللي يلزموه اعدام، قانون المخدرات يعدم، والمتعاطيها اما مؤبد اما يعني اكو عقوبات رادعه. هسه نشوف بالتلفزيون يوميا لقينا القبض على هذا تاجر وذاك تاجر، وهل قد حبه فلان وهل قد، هذه كلها نتيجه عدم الخوف. يعني ماكو اصبحت رادع. الماده هي للسير. قبل اكو يعني شيء صح، لكنه هسه موجوده الاجهزه لكنه ما تشتغل بصوره صحيحه. نعم. ولا تنسين الرشاوي دخلت والعمولات والبزنس، ويعبر يعبر بالسيطره الى هالقد، وهذا دياله يعني وضعها مزري، واني شرحت لك قبل هاي. صحيح. فاحييكم على هذا، والله اشكرك. هي يعني ماساه شبابنا يضيع بالمخدرات والكريستال وغيره وغيره، امور والله متعبه. متعبة لأن أكو من بالفعل يريد تدمير البلد. يعني اليوم لو أكو مواد مصنفة تخليقية، شنو معناها؟ دي مسجون نباتات ومواد كيميائية حتى تنتج مواد مخدرة. الأفيون اللي بالفعل تنتجها مادة أقوى بعشرات المرات.